نادي النحاس، يعني طبعاً. زي ما محمد سمير اللي اتربى جوه النادي الاهلي اتكلم عن النادي الاهلي، اكيد برضو سالت كابتن عماد النحاس. اكيد طبعا، يعني ممكن يعني كابتن محمد سمير كان عنده خبره انه يعني او نقل لي يعني تجربته، هو يعني في فرق سن يعني مش عشان قريبين في السن قريبين ولعين. شويه يعني فبس طبعا كابتن عماد قعد معايا واتكلم معايا كتير جدا، قال لي يعني هو بيفهمني ان النادي الاهلي ده نادي كبير جدا ونادي عظيم جدا ونادي يعني غير اي نادي هتروحه يعني في افريقيا وفي العالم، يعني هو نادي ماشي بسيستم معين ونادي يعني الجماهير كلها بتشجع النادي الاهلي والاعلام كله متابع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فهو يعني نقل لي الخبره بتاعته وقال لي ان هيبقى عليك ضغوطات كبيره الفتره الجايه، بس قال لي انت قدها وانت لعيب كبير، فدي حاجات طبعا كلها ساعدتني وحسستني ان انا يعني ان شاء الله لما اروح نادي الاهلي هبقى قادر ان انا اعمل حاجه كويسه ان شاء الله. يعني كابتن عماد النحاس من يعني ما شاء الله من افضل المدربين الموجودين دلوقتي في الدوري، يعني ابرز الحاجات برضو اللي اتعلمها طاهر محمد طاهر خلال الفتره اللي فاتت من الكابتن عماد. لا حاجات كثيره طبعا، يعني ممكن حاجات فنيه تكون مثلا يعني حاجات بسيطه، بس الحاجات يعني مختلفه شويه عند كابتن عماد انه كان لعيب يعني في النادي الاهلي ومدرب لسه سنه صغير، ففي حماس عنده كده يعني بيعرف ينقلها للعيبه قريب من السن. دي حاجه بتبقى ساعات يعني مهمه جدا، يعني لما يكون المدرب فرق السن مش كبير قوي فبيعمل زي علاقه كويسه ما بينه وما بين اللعيبه، فده اللي عمله يعني من اول ما جه النادي عمل علاقه كويسه ما بيننا، يعني احنا حتى اللعيبه قربنا اكتر من بعض وكلعيبه وجهاز كلنا يعني اسره واحده. فلا طبعا يعني في حاجات كتيره جدا يعني كابتن عماد اتعلمتها منه اكيد في السنتين اللي اتمرنت معاهم، وده سر النجاح اللي احنا بنشوفه خلال الفتره اللي فاتت يعني موجود داخل نادي المقاولين العرب، وكمان